مشاهدي موقع تداول وشركة سي اف اي مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية. نبدأ بتصريح أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش الذي أشار إلى أن السياسة الضريبية المتبعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخفيف الإجراء التنظيمي ليس نهاية المطاف في أدوات تحفيزية للاقتصاد الأمريكي، وأضاف أن بعض الخبراء يرون بأن الاقتصاد الأمريكي لا يمكن أن ينمو بهذه الوتيرة السريعة ولكنه سيصبح في أحسن حالاته عند نهاية عام 2018، وربما يسجل الاقتصاد الأمريكي أعلى نمو له منذ حوالي 20 عام ليبلغ مستويات 4.7%. ويأتي هذا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ به ربما يعرقل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وحاليا يستقر الدولار عند أعلى مستوياته في 6 أسابيع يوم الخميس، حيث ارتفعت العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق تقريبا 3.2%. وأيضا هذا حفز المستثمرين للمراهنة على صعود العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى. أما في البيانات الاقتصادية فقد تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة، وصلت إلى 207 ألف طلب في قراءة الأسبوع الماضي، وهذا يعني هو أدنى مستوياته في 49 عاما، يشير إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. حاليا تجاوز الدولار مقاومة المسار الأفقي، وكان هناك بعض العمليات التصحيحية أمس بعد الارتفاعات المتتالية التي منيت بها أسعار الدولار. أيضا أذكر أن اليوم عصرا ننتظر بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة ومعدلات البطالة التي قد تشهد تحركات سريعة لمؤشر الدولار، لذلك تشير التوقعات إلى اختراق في حال اخترق مقاومة 96.35، يعني أن يصل إلى مستويات 97 دولار. أما في حال كسر دعم 95.75 نتوقع أن يصل إلى مستويات 95.50 نقطة. اليورو لا زال يستمر بتداولاته الهابطة، تشكل مستويات 115.20 مستويات مهمة ونقطة ارتكاز قوية أمام تحركات اليورو. في حال اخترق هذه المقاومة يصل إلى مستويات 115.70، أما في حال كسر دعم 114.90 نتوقع أن يصل إلى مستويات 114.60 كهدف أول مع وقف خسارة 115.20. بالانتقال إلى تحليل الدولار مقابل الين الياباني، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان تواجه مخاطر متزايدة بسبب التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين بشأن تأثير الزيادة المقررة في ضرائب المبيعات. حاليا اتجاه الأسعار لا يزال مرتفع للين الياباني، وعلى الرغم من استمرار المسار الصاعد إلا أن هناك تصحيح لهذا المسار ممكن أن يستمر عند مستويات 113.30 حال تم كسر الدعم 113.61. قرت أسعار الذهب في تداولاته بعد صدور بيانات اقتصاد أمريكية إيجابية وفي ظل تشديد السياسة النقدية المتبعة. أيضا ننتظر اليوم بيانات سوق العمالة، لذلك التداولات حذرة على أسعار الذهب. لا جديد واضح على حركة الذهب، ولكن في حال اخترق مستويات 1201 نتوقع أن يصل إلى مستويات مقاومة 1210، أما في حال كسر مستويات دعم 1196 نتوقع أن يعود ويصل إلى مستويات دعم 1188 دولار للأونصة. أذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية قد هبطت في تداولاتها أمس، وذلك بعد أن سجلت العوائد على سندات الخزانة 3.2% وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2011، مما دفع المستثمرين بعيدا عن الأصول عالية المخاطر كالأسهم. أيضا أسعار النفط التي هبطت في تداولاتها أمس بعد توقعات بزيادة الإنتاج من الخام في السعودية وروسيا، وهما دفع المستثمرين لجني الأرباح بعد يومين من صعود العقود الأجلة لخام غرب تكساس وبرنت لأعلى مستوياتها تقريبا في 4 سنوات بدعم من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهي ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، أدعوكم لزيارة موقعنا على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي.